إلى كرة القدم الأوروبية الآن، والبداية من إسبانيا، حيث سيكون في مقدور ريال مدريد أن يعزز من صدارته للليغا في حال تفوقه يوم غد الأحد على ضيف ديبورتيفو ألافيس برسم الجولة 29 من الدوري الإسباني. واستعد الريال لهذه المباراة بصفوف مكتملة باستثناء غياب البرازيلي كاسيميرو الموقوف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الخامسة أمام أتلتيك بيلباو. هذا وقال زين زيدان مدرب الريال إن ألافيس فريق ليس بالسهل، إذ استطاع التغلب على برشلونة هذا الموسم وتعادل خارج أرضه مع أتلتيكو مدريد. فريق ألافيس تغلب على برشلونة وتعادل في آخر دقيقة أمام أتلتيكو مدريد على ملعب كالديرون، كما قدم الفريق عروضا جيدة الموسم الحالي. نحن نعرف أنه منافس صعب، لكن نحن مستعدون. كان عندنا الوقت الكافي للاستعداد لهذه المباراة، ونحن سعداء بالعودة للمنافسة في الليغا. هذا يبتعد ريال مدريد الذي لازالت لديه مباراة مؤجلة، يبتعد بفارق نقطتين عن المطرد المباشر برشلونة الذي سيرحل غدا لمواجهة غرناطة المتعثر في مباراة ستشهد غياب ليونيل ميسي الموقوف بسبب البطاقة الصفراء، كما قرر المدرب لويس إنريكي منح المدافع جيرار بيكي بعد الراحة نظرا لوجود العديد من المواجهات المهمة للفريق الكتالوني هذا الشهر. أما على الجانب الآخر فسيغيب الدولي المغربي مهدي كارسيلا بعد الإصابة التي تعرض لها يوم الثلاثاء الماضي في ودية المغرب وتونس. المواجهة أمام غرناطة ستكون صعبة كالعادة بعد أسبوع مواجهات دولية عاد اللاعبون فيه من منتخباتهم، كذلك فهذه المواجهة هي خارج الأرض ونحن اقتربنا من نهاية الموسم، لذلك فإننا نتوقع خصما قويا جدا. كان الفوز عليهم صعبا جدا في بداية الموسم، علينا أن نلعب بأفضل مستوى حتى نفوز بالنقاط الثلاث.